بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في قناة طبية. النهاردة مع فيديو جديد عن دواء جديد، هو أليريد. أليريد أقراص ودواء شرب مضاد للحساسية، مضاد للالتهابات. أليريد يعتبر من الأدوية المضادة للهستامين غير المسكنة، ذات تأثير طويل المدى، يستعمل في علاج التهاب الأنف الأرجي وحالات الحساسية الأنفية مثل الحساسية للحيوانات الأليفة وحساسية الغبار التي تحدث على مدار السنة، ويعالج بعض حالات حساسية الجلد مثل الشري المزمن. أول نقطة هنتكلم فيها إيه هي المادة الفعالة الموجودة في أليريد. يحتوي أليريد على المادة الفعالة سيتريزين، هي مادة مضادة للهستامين تستعمل لعلاج الحساسية وعرضها مثل الحكة والتهاب الأنف والتهاب العيون المائية والسعال والعطس والطفح الجلدي. تعمل مادة الستري بيزين عن طريق منع تأثير الهستامين في الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي، وهذا يقلل من الأعراض المرتبطة بالحساسية. ويتوفر الستريزين عادة في شكل حبوب أو دواء شرب يتم تناوله عن طريق الفم. يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه وتجنب تجاوز المدة المحددة أو الجرعة المحددة. النقطة اللي هنتكلم فيها الآن هي ما هي دواعي استعمال وفوائد أليريد. رقم واحد، علاج مرضى الحساسية الأنفية المزمنة والدائمة والتهاب الأنف الوعائي، ويؤدي إلى تقليل الرشح الأنف. رقم اثنين، يؤدي تقليل العطس مع تأثير أقل على احتقان الأنف. يستخدم في علاج الحساسية الملتحمة في العين، يستعمل في علاج مساعد في حالات الربو الشعبي. يعالج الحكة المزمنة غير المسببة، وأيضا الحساسية الدوائية، وعلاج الحساسية الجلدية مثل الإكزيما والهرش والحكة الجلدية ولدغة أو لسعة الحشرات والحساسية الجلدية الملتهبة. جرعة دواء أليريد أقراص ودواء شرب هو مناسب لكل الأطفال، لكل من الأطفال والبالغين، وتكون الجرعة كالتالي: في حالة الأطفال من سن سنتين لسن 6 سنين الجرعة 2.5 ملغرام يوميا، وتتمثل في نصف ملعقة من دواء الشرب مرتين يوميا. في حالة الأطفال فوق 12 سنة والبالغين الجرعة 10 ملغرام مرة واحدة يوميا، وتتمثل في قرص واحد أو 2 ملعقة ممتلئة، وقد يكفي نصف الجرعة اللي هو 5 ملغرام، وذلك إذا أدت إلى تأثير مقبول على الأعراض. طيب، بالنسبة للآثار الجانبية وأضرار أليريد أقراص. الآثار الجانبية، وقد يسبب أليريد بعض آثار جانبية شائعة مثل الصداع والدوخة والنعاس والتعب وجفاف الفم واحتقان الأنف واحتقان الحلق والشعور بالغثيان والميل للقيء وألم في البطن. أيضا قد يسبب إسهال وعصبية وانفعال وشعور بالضعف والوهن. أيضا قد يسبب زيادة في الوزن، وقد يسبب صعوبة في التبول. بالنسبة للاحتياطات ومنع استعمال الأليريد، يمنع استعمال الأليريد من يعانون من حساسية زائدة لمكونات الدواء اللي هو الأليريد. رقم اثنين، يمنع استعماله في حالة مرضى القلب. رقم ثلاثة، يستعمل للمرضى الذين يعانون من فشل كلوي، لا يستعمل ليهم. أي مريض عنده فشل كلوي وقد يستدعي غسيل كلوي، ويفضل أن يتناول هذا المريض دواء بديل للأليريد. يمنع استعماله أيضا مع الأطفال أقل من سنتين. الأليريد قد يسبب النعاس،
لذلك يجب التأكد من أنك لن تقوم بقيادة السيارة أو عمل على الآلات تحت يقظة. أيضا يجب تجنب شرب الكحول أو تناول الأدوية الأخرى التي قد تسبب النعاس أثناء تناول الأليريت. ما هو سعر الأليريت؟ سعر الأليريت أقراص قابلة للمضغ 11 جنيه، سعر الأليريت أقراص 10 ميلي جرام 20 كورس 16 جنيه، سعر أقراص الأليريت 10 ميلي جرام 30 كورس 46 جنيه ونص، سعر نقط الأليريت 5 جنيه ونص، سعر دواء شرب الأليريت 120 ميلي سعر 6 جنيه، سعر دواء شرب الأليريت 6 ميلي يساوي 6 جنيه. طيب هل الأليريت له بدائل؟ طبعا له بدائل زي زيرتك، سترولين، سترو، أرتيز، أمسيت، نوهست، زيرترين، تومازين، كليرست. طيب ايه هي اهم اعراض الحساسية عند الاشخاص الذين يتناولون الأليريت؟ تختلف اعراض الحساسية، يمكن عدس حكة في العين او سيلان في الانف او انتفاخ في الوجه واللسان. وفي نهاية الفيديو ارجو ان انتم تكونوا قد استفدتم، وارجو ان انتم تدعموا القناة بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.